السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع بالذكاء الاصطناعي نقدر احنا نسأله أي أسئلة، وممكن تقول له أنا عايز هنا فوكس، وتبدأ تقول له أنا عايز مثلا تجاوب لي من اليوتيوب أو من المواقع الأكاديمية أو من رايتنج ستيك أوفر فلو. ده يعني مركز على موضوع البرمجة. أنا أقول له هنا مثلا كم عدد الدول العربية وأدوس إنتر، والميزة ان هو بيقول لي السورس، المصادر اللي انا جايب منها البحث. تمام، وفي هنا برضو سيرش فيديو لو انت عايز تدور على حاجة فيبدأ يجيب لك الفيديوهات. هنا ريلايت لو انت الكلام مثلا عايز يكتبه لك بشكل اخر فيبدأ ان هو يدور ويكتبه بشكل اخر. تقدر تنسخ الكلام دوت. ما هي اسماء الدول العربية؟ ميزة الموقع دوت ان هو مطلبش مني اي تسجيل او اكاونت او اي حاجة خالص. اول ما فتحت بدأ ان هو يكتبهم على طول. تمام، بالشكل دوت فلسطين وهكذا. اتمنى الموقع تجربوه واتمنى هو يعجبكم ان شاء الله، ولو في اي موقع جميل ياريت تكتبه لنا عشان نتشاركه مع بعض.